صباح الخير. رئيس ماروني من تحت ركام جمهورية الحضيض، والدخان الأبيض يلي تصاعد من خلوة روما هل يصل إلى عواصم القرار أم أنه أهل الفراغ وملايكتهم مصرين على تقطيع الوقت وشردمة مؤسسات الدولة؟ فسياسة المكابرة أدخلت لبنان في حالة من الإنهاك والفراغ وتحت الذعر، وشرعت أبواب الحدود أمام رياح الإرهاب وأعاصيره. تبقى خلوة روما خيط أبيض بيلوح بالأفق بانتظار حياكة مخرج حاسم لأنقاذ البلاد والعباد. نتمنى سنين ونحن منقدم تقارير، وأحياناً منصيب وأوقات ما منصيب. المهم أنه كسرنا جدار الصمت وقدرنا نعمل فرق بكتير من الأمور يلي بتهم المواطن. الموضوع البيئي بيصلب اهتماماتنا، ومشهد النفايات المرمية على كورنيش الروشة أخذ حيز مهم بتقاريرنا ومراسلي البرنامج خلية نحل للإضاءة على هالموضوع. والأهم أنه بعد جهد جهيد تجاوب المسؤولين وتمت إزالة النفايات. وللقصة تتم، المهم أنه أكلنا عنب من دون ما نقتل الناطور. تقرير للزميل بولس غيب، من تابعه سوا. حبيبي بيحب التش على الروش بيقول لي مش، حبيبي بيحب التش على الروش بيقول لي مش، وان ما خدته على الروش بالبيت بيعمل. تقاريرنا الصباحية مثل عمليات التجميل قبل وبعد. من شهرين هيك كان المشهد على الروشي طلعت تبيبه، وبلشنا اول تقرير تاني وتالت ورابع، ولا تندهي ما في حدا، وهن تحدوا ونحن قبلنا التحدي. واليوم تغيرت الصورة وتمت ازالة النفايات. بتصدق؟ ما اظن. ما اظن. انت عليك تضل تحكي بس، شو لو قد افلحت ان ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، كأنك عم تنادي بهالوضع. لا بصير شوي شوي مع الوقت، هو كمان لازم الناس يلتزموا يعني اكثر. بتصدق؟ دايما بتصدق، ايام باين نضيف. ما انت في شيء احد عم بيشتغل يعني. زقفي زقفي يا شباب، يلا الحباجيب عالباب، ولا عيوني الاحباب، يلا زقفي يا شباب، زقفي زقفي يا شباب. بس بعد في شوي هيك رجعوا عملوا تقرير تاني. كل ما بتنق كل ما هن بيسمعوك، ما بتنق ما حدا بيسمعك. بالمرة لك منيح اللي نظفه أحسن من بلاش. هيدي صورة البلد يعني، لازم تضلها نظيفة، وخصوصا أنه هلأ بيجي ناس كتير، لازم يضلوا منظفين ويسمعوا العالم، ما يتركوا البلد مجوة. يعني مثل ما بيقول المثل، ولد صغير إذا ما بيبكي أمه ما بترضعهم، بده يروح عند يحكي صح؟ بلا لأن تحترجعوا رده يعني، أنه خلاص أنه المصريين مصريين مصريين، أوكي تنشوف شو بدهم، زهقتهم وبالأخير قبلوا. بتقاريرنا ممنوع القدح والذم، وكل مشكلة في إلها حل. البلدية وسكلين تجاوبوا، وتأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. كملنا المشوار من الروشة على عين رمليسي. غريب والله، عنا وضع البلد كله مأساوي، نظف هيدا شيء منيح، شيء بوزيتيف. لا في سكلين بينزلوا بينظفوا، بشوفهم أني بعد الأحيان عم واقفين عم بينظفوا. لا منو نضيف يعني، لا منه نظيف، الدخان اكثر من التراب يعني. قد ما نطفوا بيرجعوا تاني يوم بيرجعوا بيزبلوا. اذا كان ما من نفسه عمل تقرير ما حيعمل. هذا رأي فكر فيها. هاليومين كتير عم بينطفوا غير شكل، هاليومين عم بنلاحظ عشان نيجي بنمشي على طول فينا نظافه بالبلد. ما هيك يضل نظيف، يا ريت يضل نظيف هيك سيدي، فرفح القلب. لأنه اجتوا من فوق اجوا نظفوا، ولا ما كانوا نظفوا بالكسر الراس. هيدي البلد ما بتمشي غير هيك. تكي خبوا من ساكن ومن ساكن يخزي العين عينكم غير شكل. الحقيقة غير شكل يعني. وزارونا وشرفونا أبدا أول غياب. بدك دلك تحكي، بدك دلك تقول، بدك دلك الطالب لا يمشي الحال. يمكن يمشي يمكن ما يمشي، بس مفروض تعمل اللي عليك. أهم شيء الشط يكون نظيف، أهم شيء من الرمل البيضاء
لهون للجامعة لعمود الجامعة مفروض يكون مثل الذهب. كل ما اجي بتطلع سواقير علب بيبسي قناني بيرة، وفي محلات ليحطوا فيهم ما بيرضوا الا يزتوهم على البحر. كل واحد يكون عنده ذوق شوية بيشرب فنجان قهوة بدل ما كنت حاطين سوكلي بيحطوا بالبحر. أحيان أحيان كل شيء أحيان. هالأمراض يلي عم تيجي هلأ جديد الإيبولا وغيره وغيره وغيره، يمكن في ميكروبات أو فيروس هاني نحن بعد ما بنعرفها ما اكتشفناها، من كلها بتيجي هالأوبئة كلها من نفايات أكتريتها. لازم يكون نظافة يعني منه لشخصيته هو لشعاره لأسنانه لوشه للبسه ديزاينه. الله يعطيكم العافية الشباب. شكرا. نحن ما بقى في منا كتير، بس أنتوا هلأ البلد قدامكم إن شاء الله تتحسن. شكرا. تطلع مثلكم حلوين. مرسي. هالشباب شو حلوين. مرسي. والعيون الأحباب يلا زقفي يا شباب، زقفي زقفي يا شباب. مرسي بلدية بيروت، ومرسي سوكلين، ومرسي كمان للمواطنين يلي رح يلتزموا ويكونوا نضاف ومسؤولين وما يكبوا بقى على الطريق. وبركي مشوارنا من الروشة رح يكفي على عين سعادة، لأنه هنيك بدها شغل مزبوط. بوقت عم بعيش مواطن لبناني بضغط يومي، إن كان سياسياً أمنياً معيشياً أو حتى اقتصادياً، بيبقى اللبناني الأبرع بإيجاد الحلول الأنسب للهروب من هالواقع المتأزم يلي عم بعاني منه يومياً. بهالتقرير رح نشوف كيف كل مواطن وعلى طريقته بيقدر إنه يهرب أو حتى يتناسى الحالة العامة والتوترات يلي عم بعيشها كل يوم. تقرير. اسمع تفرح جرب تحزن. الحمد لله ماشي الحال، نفس الحالة على الاخير. ما في قالون 10 سنين بيوعدوني على الوعد يا كمون، بيعطونا مساعدة لهلا ما شفنا حدين، ما في حدين. شوية مساعدة يعني فقير ويتيم، شوية مساعدة درويش ويتيم ومقطوع من سجرة. شو بدنا لكن نتشمس منين ناكل نشرب؟ معي وجع ظهر هيلكني، ما في ما عم بقدر بتحرك. 25 30 سنة لنا بهالمرض ما كان يخلص. جرى بدي جابولنا الفقر والشحادة والتعتير والتهجير، هي وعلى الله التدبير، هي خلصت الحكاية. وعلى الله التدبير، مع هالكلمات اللي خرجت من صميم مأساة اللبناني ووسط زحمة هالأحداث السياسية اللي ما بتبشر بالخير وتردي أحوال الناس المعيشية والاقتصادية، ما على اللبناني إلا طلب الفرج. ولكن إذا كان سوء الأوضاع اللبنانية بيجمع المواطنين، فلكل مواطن طريقته للتمويه عن نفسه، فكيف بيهرب اللبناني من همومه اليومية؟ كيف بيفرج عن حاله؟ بروح بيخبط له السكرة وبينسى الدنيا كلها. شو بدي اقول لك؟ بروح بسهر، بروح بسهر بس يكون في عندي فضاوي، بطلع على الكازينو، بطلع على جوني، على الكسليك. انا ببرم بالشوارع، بضل بوقف بشوف بنسى. شو عم بعمل انا؟ كلمات متقاطعه، معلوم احسن ما اشغل بالي بغير شيء، عشان اشغلت بالي بالسياسه ولا شيء بكون عم ضيع وقتي. يلي عم تاكل عم تشرب وباي مطعم كنت، منقلك منغني لك ومنسهر نحن وإن لا منروح على كازينو ولا سهر، بلعب طاولة كل يوم. كل يوم بس بلعب وراء. ما فارق معي نقعد بشي محل ما يكون في ناس كتير. ما بنقعد نحضر تلفزيون، ما بنقعد نسمع أخبار. اللي عنده هوية الصيد يطلع الصيد هيك يقعد بالبر عزبط شي. ما بتسمع الأخبار كل يومين ثلاثة بس لحتى أعرف وين صرت أو وين صرني. صرنا بجهنم ولا بعدنا بالجنة؟ يلي عم تكدح يومي وبأي شغلي كنت، كنو فكرك إنه بكرة بيحمينا نحن وقت. كيف بيلهي حاله؟ بالشغل إذا لقى شغل، إذا عنده شغل، بالأولاد إذا عنده أولاد، وبشغل البيت إذا ما عنده شيء. حاول بدينا حاله بالشغل وبيعمل لها شيء، يعني هو لازم ينسى هالشيء اللي عم يصير دائما عم يصير. ولا بدها بالحالة بشوبينج وبهرب بسافر أريح شيء برتاح شوي. بده يدخن وينسى، بده يدخن وينسى ويتوكل على الله ويطنش أكيد.
انفخ عليها تنجلي. هن الأوادم ما بيحميهن بيضلوا هن ذاتن لشو التغيير. لكل مواطن أسلوبه لتنيسي مشاكله، رياضة، سهر، صيد، جميع أساليب قد تساعد اللبناني على الهروب المؤقت من المشاكل. ولكن بعض المواطنين وجدوا أن الواقع اللبناني أمر لا مهرب منه، فمهما تعددت وسائل التمويه لا يمكن تناسي هالواقع لمحاوة المواطن من كافة الاتجاهات. بهالبلد ما في شيء بيقدر يطلع منه ولا يمكن يعني يحلوا أزمة الرئاسة وبعدين يجوا عندي. بدنا نأمن له الكهرباء والمي ونخفف له من المعيشة بمدخوله لحتى اللي يقدر يتنفس. هاني ما في تمويه بهذا البلد، كل العالم أعصاب. جيبي لي واحد مبسوط بهالبلد ما بياخد لك سنين، جيبي لي واحد ما عنده مرض أعصاب بهالبلد. مو ما فيك تهربي منها أبدا، عد ما بدك تروحي بدها تلحقك، خاصة بهالدولة. ما نفكر، لأنه طالما عم نفكر ونشوف الأخبار عم تنهار أعصابنا. وحياة الله لحنهج من هالبلد. الهم هناك بك من كل الميلات، ما في حل الموضوع أبدا يعني. ما في إلا شوية بحر وشوية جبل، والسلام عليكم. محكومين بهالبلد ما قادرين نطلع منه، وعلقانين. يلي عم تطمح عالفاضي ومن أي ديانة كنت، المستقبل مثل الماضي والحاضر هو انت. حلقتنا متابعة معكم لننتقل إلى تصاميم أزياء تخطط بمضمون التصاميم التقليدية لتصير حالة بتعبر عن بلد بأكمله. تقرير القصة صارت أكبر من تصميم أزياء. باختصار، ماريا ماكلوي مصممة أزياء من جنوب أفريقيا قررت تستعمل القماش الأفريقي التقليدي لتصاميمها اللي على الموضة. يعني منشوف أحذية وحقائب يد منعرف شكلها من مكان آخر عم تتغطى بأقمشة وألوان أفريقية. تصاميمها لقت رواج بأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. ماريا تشتغل مع مجموعة من المصممين والمصانع بجوهانسبورغ، وعم نقول إنه القصة أكبر من تصميم أزياء لأن صارت تعبير عن الذات الأفريقية. نرجع إلى لبنان ونروح إلى سؤال اليوم. سألنا الناس كيف بتصرفوا إذا كان حذائهم أو بوتهم أو سكربينتهم ضيقة. جوال، أنا بنشلحها شوي بنرجع بنلبسها إذا كانت حلوة. إذا لأختي إذا حلوة بتصغر إجريك وبتلبسيها. يلا بنشوف الناس شو جاوبوا. صباط حلو بس ما يكون ضيق على الإجر، بشلحه وين ما يكون متضايق. ما بلبسه، بمشي حفيان او بفتحه من قدام اذا بدك. بعمل له سحاب يعني. لما كنا صغار ايام الزغر، يا كنا صغار كنا نلبس حيالة الوى الوى عجر، ماشي الحال الوى نمشي هيك. بتعرفي انا شو بشتغل؟ خبيرة اتيكيت. اوكي، الاتيكيت بيقول لازم السكربيني ما تكون اعلى من 7 سنتيمتر للستات، 7.5 يعني طول اصبعك. اذا كانت ضيقه لازم تتمرن عليها قبل بوقت حتى تصير شوي واسعه، وما تجيبوها ضيقه لانه شكلها حلو او واسع لانه بتريح. اكزاكتلي على القد. يا هلا. لا ما في امشي ولا فشخه ابدا. جربت اصلا ما بشتري سكربيني، مش مريحه. اخذتها بيقولوا لي مثلا بتوسع او شيء ما وسعت، ما تعتها أكيد. بيمشي هيك، يمكن هيك. صعب كتير. ما بلبس ضيق وبمشي، بيعذب بيتعب. ما بتمشي. الثبات ضيق ما بمشي فيه. لا لا. مثل كأنه حبل بتسع شهر فرد. أخبار الصباح؟ هلأ جوزي بينبسط.
أنا المضبوط، أنا عندي موظف بلبسه صباط بالأول أول ما أشتريه مشان يوسع لي إياه، بلبسه إياه يومين وبعدين برجع بلبسه، ماني مضطر ألبسه ضيق. بشلح بمشي حافظ. أنا مجربها تمشي هيك مثل هالبلد هيك. مثل هالبلد اللوا، بلدنا لوا لوا على اليمين، ساعة بتلوى على الشمال، أي صباط ضيق مثل الكلسات المخنوق معلم. يعني ما بجيبها من أساسه ضيقة عادي، أصلا نمرة إجري صغيرة. خمسة. يعني واسع ده شايفة؟ عن جد خمسة؟ إيه بتمشي هيك، إنه إذا ما فيك تمشي إلا ما بتمشي هيك، إنه شوي شوي عليها لأنه بتلحظ الإجرة أول شغلة. شكرا لك. أنا بيكون ضيق شوي بس كتر الاستعمال قد ما بيمشي كتير أنا بيطرى لحاله. إيه يعني بصير حد يمشي هيك عرفت؟ لوقة. هيك هيك. أكيد ما بيسوى للدهر ولا العمود الفقري، لأسرع الفقرات بصير عندي انزلاق. مش لحى بمشي. كنت يمكن رخيتها شوي هيك أنا ماشي، عملت لها هيك شوي دليت أمشي. ما بعرف أمشي فيها، مش لحى بسرعة. بكتم على حالي وبمشي. بكتم على حالي وبمشي فيها، ما بخبر حدا ابدا. ما بلبس انا سكربين ضيق عايش. شلون بعو ليك هيك يعني انه صباط ضيق بيحط بالبراد 3 ايام بعدين بلبسه.